الحمد لله بسم الله هذا بجديد مع مايكروسوفت اوفيس 2010. بالنسبة للتيتر ديال لا لوسون غادي تكون عندنا جروب بوليس. فشنو تنقصدو بلي جروب بوليس؟ نقصدو هاد لو جروب اللي عندنا هنا سميتو بوليس كاين في وسط لونجلي اكوي. غادي نكتشفو كاع هاد لي بوطون هنايا شنو هو لو رول ديالهم. اول شيء غادي نسيليكسيوني اوتوموبيل وغادي نمشي لهاد لي دو بوطون. غادي نحط كورسور عندي اغرونديغ لا بوليس وهنايا في هاد لابارتي عندي ريدويغ لا بوليس. فغادي نكليك على اغرونديغ لاحظوا الحجم ديال اوتوموبيل تيبقى يتزاد يتزاد والعكس لا كليكيت على ريدويغ لا بوليس فالحجم تيولي صغير. كذلك يمكن لي نخدم اما بهاد لي دو بوطون ولا نخدم بهاد العدد اللي عندي هنايا. فغادي ننزل لاحظوا 36 تيولي بهاد الشكل او ننزل مثلا 72. سؤال واش 72 هو اكبر حجم يمكن لي نستعملو؟ لا يمكن لي نجي لهنايا ونمحي 72 ونكتب مثال 150 كليكي على اونتخي فتيبان لكم اوتوموبيل الحجم ديالها قداش ولا تشاد 3 لين. فغادي نجي ونهزل مثلا غير 18 او 26 بهذا الشكل. نخلي ديما لا سيليكسيون في اوتوموبيل وشنو عندي هنايا بوليس. شنو تنقصدو بلا بوليس؟ لاحظو شنو كاتبين تماك في لانفوبول موديفي لو تيب دو بوليس هو باغ ديفو كاليبري. نكليكي في هاد لابارتي وغادي ننزل هاد لو ستيل او هاد لي ستيل اللي عندي في هاد لابارتي. مثلا غادي ننزل هاد ادوب غوتيك بحال هكا ولاحظوا لو ستيل ديكريتور يعني تيتبدل الشكل ديالو. فعندكم مجموعه ديال لي ستيل غادي نهبط بحال هكا غادي نحاول نقلب على شي واحد مختلف مثلا بهذا الشكل لاحظوا هذا وهنا تيبان لكم لو ستيل ديال ليكريتور تيتبدل. فتبقى لكم اختيار تعزلوا اي ستيل في ليكريتور. من بعد البوليس شنو عندنا الكولور مثلا لابد ان تنبغيو نكتبو تنبغيو نعطيو لي تيتر مثلا تعطيو من الكولور. فهاد اوتوموبيل غادي نعطيه اون كولور مثلا عندي هنايا لاحظت كورسور كولور دو بوليس موديفي لا كولور دو تكست لا كليكيت مباشره في وسط هاد لو ا شنو تيوقع تيلون هاد الكلمه باش بهاد اللون اللي كاين تحت هاد لو ا. ولكن رافض بغيت لون اخر غادي نسيليكسيوني مثال بيجو وغادي ما نكليكيش في لو ا غادي نكليكي في هاد لا فليش اللي كاين هنا فكليك شنو تيعطيني تيعطيني هاد البانو ديال لي كولور. ف الانسان تيبقى له الاختيار يعزل الكولور اللي بغيتو. قبل ما تعزل الكولور لاحظتو غادي نسيليكسيوني هوندا باش يبان لكم واحد النتيجه. فكليك في هاد لابارتي وندوز كورسور لاحظتو لا كولور دو هوندا تتبدل بحال هكا. فيمكن لكم تنزلوا مثلا غادي ننزل بحال هاد لو فير اللي كاين هنايا فهنا تنشونجي لا كولور. زائد شيء اخر مثلا حتى الكورسور لهاد ا بي بحق ما سميتوش ا بي كولور دو سور بريونس دو تكست. فهنا تيكون شيء مهم مثلا عندي واحد الجمله مهمه لونتربريز فاميليال كي بريسيد لاكتويل اونتربريز بوجو اي فوندي اون 1810. هنا في هاد الجمله مهمه في وسط ليكسبوزي او انسان تيكتب شي حاجه غادي نسيليكسيونيها ونكليكي على هاد ا بي اما في الميليو غادي لونها بالصفر او تعطينا مجموعه ديال الالوان يمكن لي ندوز غير الكورسور بحال هكا وننزل اللون المناسب اللي بغيت. فغادي ننزل لا كولور جون بهذا الشكل. فاش ما بات انسان مثلا تيكون عنده في ليكسبوزي يعني جمله مهمه او شي حاجه قول ديال شي شاعر او شي حاجه فتيبغي مثلا يصبغها بالصفر فيمكن له يخدم بلا سوربريونس. بغيت نحيد لا سوربريونس شنو تندير؟ تنعاود نسيليكسيوني هاد لا فراز وشنو تندير؟ تنكليكي في وسط هاد لا فليش واش لاحظوا هنا شنو عندي؟ اوكون كولور بمعنى تنانولي لا كولور اللي عندي في هاد لابارتي. تنقد نخدم بين اوتر فاسون بالنسبه لا سوربريونس لاحظوا ما غاديش نسيليكسيوني غادي نجي لهنايا غادي ننزل اي كولور مثلا غادي ننزل هاد لو جون ولاحظوا الكورسور كيفاش يولي تولي بحال واحد ستيلو. فنسيليكسيوني هكا نسيليكسيوني كاع الجمل او الكلمات اللي بغيت نلونهم اون سوبريونس بمعنى اون سوبريونس هاد لا كولور اللي تتكون اون اريير بلان كيما تتشوفوا بالصفر. غير هنايا الا بغيت ديزاكتيفي لا سوبريونس شنو خاصني ندير؟ نعاود نكليكي في وسط منها بحال هكا ومن بعد كورسور تولي عادي يمكن لي نكمل الكتبه ديالي انولي هاد الاشياء اللي ضفت بحال هكا. عندنا دي زوبسيون لو غرا ليتاليك فلو سولينيمون نشرحهم مثلا لو غرا غادي نسيليكسيون بوجو نكليكي على لو غرا لاحظو تيولي الحجم ديال بوجو مثلا تيكبر بحال هاد الشكل. واحد دقيقه غادي نزومي واحد شويه باش يبان لكم. فهنايا مثلا غادي ننزل هاد الجمله ونعطيها لو غرا فلاحظو هنايا مثلا تيتبدل الشكل ديالاش ديال ليكريتور. ليتاليك غادي نبقى ديما في لو تيتر بوجو وغادي نعطيه ايطاليك لاحظتو غتكون مايله شويه اليمن. فهنا بغيت نديزاكتيفي ليتاليك فقط كليك وبغيت نديزاكتيفي لو غرا فقط كليك في هاد لابارتي. لو سولينيومون غادي نسيليكسيوني لو تيتر اوتوموبيل غادي نحاول نعطيه كتابه عاديه بسيطه بحال هكا سيليكسيوني اوتوموبيل وهنا لا كليكيت في وسط لو اس لاحظوا تعطيني
un soulignement. غادي نكليكي على انولي ما غاديش نكليكي في وسط الاس غادي نكليكي في وسط هاد لا فلاش اللي تابع للاس لاحظوا فتعطيني لو تيب دو سولينيومون بغيتو شي خطوطه خط واحد خط متقطع عندكم مجموعه ديال الخطوط ممكن لكم تعزلوها مثلا غادي نعزل بحال هاد الخط مثال او هذا ثاني شيء انا ما بغيتش الخط يكون بنفس اللون ديال الكريتور بغيت يكون الخط مثلا بلون اخر نجي لهنا عاوتاني وشنو عندي هنايا كولور دو سولينيومون مثلا غادي نعزل نزل لو فيغ بحال هكا باش يبان لكم فلاحظوا هنا عندي خط بلون والكتبه بلون اخر لو تيكست باغي مثلا عندنا شي بعض المعلومات نقدر نجي ونسيليكسيوني هاد لا فراز كامله ونجي لهنايا لاحظوا عندي باغي كليك فقط تيكتب لو تيكست اون باغي اكسبوزون عندي شنو منهم مثلا غادي نجي ونكتب شي حاجه معينه بوجو مثلا فهاد لابارتي غادي ندير بوجو 205 غير مسابي المثال ونكليكي فهاد لابارتي لاحظو نسيليكسيوني 205 اون باب غادي نكليكي على اكسبوزون لاحظو اكسبوزون شنو تيوقع تتكتب من الفوق هاد لابارتي او الاكس ديالها تتكتب من التحت يعني الا بغيت نكتب اكريتور فهذا هو المفهوم ديال اكسبوزون ومفهوم ديالاش ديال الانديس بهذا الشكل شيء اخر مثلا ديما كيما قلت غادي نكتشفوا نحاولوا نكتشفوا لي زوبسيون او لي بوتون اللي كاين في وسط لو جروب بوليس عندنا لي زافي مهمين لي زافي مثلا هاد اوتوموبيل غادي نسيليكسيونيها ولاحظوا غادي نكليكي على لو ا وعندي بليزيور افي في هاد لابارتي فقط هنا باش يبان لكم مزيان غادي ندير بحال هكا نسيليكسيوني اوتوموبيل ونمشي لهنا فقط ندوز الكورسور لاحظوا هذيك اوتوموبيل لافي ديالها تيتبدل فيمكن لكم تنزلوا اي ستيل بغيتو في هاد لي ستيل فكليك مثلا غادي ننزل هذا بلو بلو او بلو اورانج يبقى لكم اختيار تعزلوا اي واحد بغيتو زائد عندكم دي زوبسيون تتيستيوهم توجو في بوتون اف دو تيكست فماشي هنا لاحظوا عندي دي زوبسيون نعزل لي كولور ولكن عندي دي زوبسيون نتحكم في اللون اللي يكون مثلا ما بغيتش انا هذاك الليموني نقدر نقول ليه عطيني الزرق مثلا في كونتور او في لومبر نكري دي زومبر بعد شيك في حق ما تيبانش هنا تيبان لومبر ما تيبانش عندكم ملاحظه هاد لوبسيون اللي تنزل هنايا ما تيبانش في ليكرون ديال لونجستريمون ممكن لكم تيستيوها عندكم في هاد لابارتي تحت انترن كاينه بيرسبكتيف ما تبانش عندكم في ليكرون ديال لونجستريمون ممكن لكم نتوما تبان عندكم بشكل واضح هنا عندي ريفليكسيون فممكن لكم لاحظوا ريفليكسيون كاين بحال واحد تتعاود من تحت الجمله فهنا تيستيو اشياء اللي بغيتو ننزل هادي لوميير كذلك يمكن لكم تعزلوا اون لوميير مثلا هذا الشكل او هذا وتبقى الاختيار ديالكم غادي نكليكي على هذا نرجعوا الفوق بحال هكا فهاد لي زوبسيون كاملين باش تبتون درتهم بالبوطون افي فهاد لابارتي سوبوزون بغيت نحيد ان افي مثلا بحال هاد ريفليكسيون بحال الكتبه تكون مكتوبه من التحت نعاود نسيليكسيوني اوتوموبيل كليك في هاد لابارتي ريفليكسيون وهنا شنو عندي عندي لا بروميير اوبسيون لاحظوا كيفاش غادي يكتب لون لانفو بول غادي يكتب اوكون ريفليكسيون بمعنى بغيت نانولي هاد ريفليكسيون اللي درت نجي ونكليكي على هاد البوطون كيما تيكتب لكم في لانفو بول اوكون ريفليكسيون فتمشي هذيك لا ريفليكسيون اللي تتكون لتحت في هاد لابارتي هنا مثلا لا صوبت الوورد صوبت مثلا هاد لي كولور صوبت بزاف ديال الاشياء وبغيت نرجع لو مو اوتوموبيل بحال بوجو عادي يعني بغيت نافاسي شنو هاد لا ميزون فورم فغادي نسيليكسيون اوتوموبيل ولاحظوا كاين واحد البوطون في هاد لابارتي غادي نحط عليه الكورسور شنو كاتبين فيه افاسي لا ميزون فورم يعني هنا شنو تيوقع تيحيد كاع هذيك لي كولور تيحيد لا طاي تيحيد كاع الاشياء تيخلي التكست كما كان في الاول يعني تيكون سامبل بحال هكا غادي نكليك على بوطون افاسي لا ميزون فورم ولاحظوا اوتوموبيل رجعت عاديه شيء اخر مثلا غادي نحيد هذا لو تكست باغي بحال هكا غادي هكا باش يمشي هكا صحيح هنا مثلا ما تقدروا نجيبوا ان تكست من الانترنت يكون كامل ماجوسكول ولا كامل مينوسكول فبغينا العكس لا كان ماجوسكول نرجعوا مينوسكول كان مينوسكول نرجعوا ماجوسكول ولا بغينا لي بروميير لتر دي فراز يكونوا ماجوسكول شنو غادي ندير غادي نسيليكسيوني هاد الباراغراف ولاحظوا البوطون اللي عندي هنايا سميتو موديفي لا كاس شنو تيدير ماجوسكول اون ديبي دي فراز مينوسكول ماجوسكول première lettre des mots en majuscule on a inversé la case bimena la quinte la lettre majuscule tchha minuscule la quinte majuscule tchha minuscule la quinte minuscule tchha majuscule on va faire un petit test on va changer le texte كامل majuscule
يعني هذا تقول بال شيء إيجابي نشوف كامل ما جوسك لوب كليك نعبش تكسر باراجراف ونشوف هاد لابارتي نشوف كامل ميوسكول أو نعطي بخمير ما جوسك لون ديبي دو فراس لحدو البي ما جوسك ال ما جوسك ال ال عاوتاني هنا ما جوسك ال أو الانفيرس ولا قلت لي انفيرسي لا كاز فلاحظتوا بي اللي كانت ما جوسك ال شحال ميوسكول وشحال اخر نشحهم majuscule fait de la partie fa l'option s'appelle modifier la case غادي نقول ليه فقط majuscule en début شنو de phrase ويكون عندي صحيح بهاد الاشكال فهذا يعني شفنا حاليا لونغ لي بوليس كيفاش نتحكموا في لي زوبسيون ديالو.